أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي تطلع بها السلطة التشريعية في القيام بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية وبحرصها على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبا الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس. وخلال اللقاء أعرب جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن مصالح الوطن من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم. وقال جلالته: نحن معكم في كل ما فيه الخير للجميع، ونتطلع بإذن الله إلى مستقبل أكثر إشراقا ونموا نحو المزيد من التنمية والرقي، خاصة مع الاكتشافات النفطية المبشرة بالخير بإذن الله بما يعود على وطننا وجميع أبناء شعبنا الكريم بالخير. مضيفا جلالته أن الثروة الحقيقية لهذا الوطن هي أبناؤه المخلصون الذين نعتز بهم لما يتميزون به من وعي وحماس وتطلعات سامية لخدمة وطنهم وتطوره. وقد عرف عن أهل البحرين دائما بالسمعة الطيبة والخلق الحميدة والترحيب المحب للجميع وتكاتفهم يدا واحدة لخدمة وطنهم. كما أشاد جلالته رعاه الله بالدور المرأة البحرينية في مجلسي الشورى والنواب في دفع مسيرة التنمية في وطننا العزيز، ومؤكدا جلالته مساهمة دور الشباب في مجلس النواب وأهمية سعي أعضاء السلطة التشريعية لمراعاة أولويات العمل الوطني والمتطلبات المستقبلية ومواصلة جهود من سبقهم في دعم الإصلاحات والبناء على ما تحقق من مكتسبات تنموية تفخر بها المملكة وتحقق كل ما فيه الخير لشعبها العزيز. وأشاد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية، معربا عن اعتزازه بالكفاءات البحرينية التي تواصل بذل كافة الجهود للمحافظة على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في مختلف الميادين، متمنيا للسلطة التشريعية كل التوفيق والنجاح في أداء مهامها. من جانبهم فقد رفع الحضور أسمايات الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى على إشادة جلالته لمجلسي الشورى والنواب خلال اجتماع مجلس الوزراء الموقر، مثمنين بكل الاعتزاز هذه الإشادة ومعاهدين أن يكونوا عند حسن ظن جلالة الملك المفدى، مؤكدين العمل على أهمية تحقيق رؤية جلالته الكريمة نحو تقدم البحرين وتطورها في مختلف المجالات. وقد جاء في رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي والذي جاء تجسيدا لصالح المواطن البحريني ومعبرا عن آماله وتطلعاته، وأشار رد المجلس بأن الخطاب السامي جاء معبرا عن الرؤية الثاقبة لجلالته بما يشكل منهاجا ودليلا يستضيء به مجلس الشورى في عمله التشريعي، ومؤكدا المجلس بأنه سيواصل المساعي والجهود الرامية لتطوير التجربة الديمقراطية القائمة على التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما في ذلك من تقديم للمصلحة العامة وتسريع عجلة التنمية دون لضمان نجاح مسيرتنا الديمقراطية الرائدة. هذا وقد أشاد رد مجلس النواب على الخطاب السامي بقوة التجربة الديمقراطية والإرادة الشعبية التي تجلت من خلال نتيجة المشاركة في الانتخابات النيابية، حيث جاءت لتؤكد على اللحمة الوطنية بين أفراد الشعب واستمرارية دعمهم للمسيرة الديمقراطية ونجاح المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى. من ناحية أخرى، مشاطرين جلالة الملك المفدى هدف تحقيق التوازن المالي في الشأن الوطني تحقيقا لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، ومؤكد على ضرورة أن يتم ذلك دون المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم.